على فكره هو ده جزء من شخصيه الاهلي، انك تبقى عامل كل هذا الاداء، عندك كل هذه الاشادات بيك، ومع هذا اولا انت متواضع جدا، ثانيا انت محترم المنافس بتاعك ايما احترام، ثالثا عندك درجه عاليه من التركيز. ده كلام مهم جدا. لكن برغم هذا الفوز في المغرب 2-0، في حد قال لك لا نص مبروك للاهلي ونص مبروك للزمالك. ليه يا عم بالنص؟ هو ده ميدو نسمعه. نص مبروك للاهلي والزمالك، نص بس، مش مبروك كامله للاهلي والزمالك. وانا عارف ان هي كلمه غريبه عمرنا ما سمعناها، وانا اول مره اقولها في حياتي، لكن لما شفت الفرحه المبالغ فيها من الناس اللي حوالين الفريق، كان لازم اقول الكلمه دي، كان لازم ابدا البرنامج بنص مبروك للاهلي والزمالك، لان فعلا الفريقين لعبوا ماتشين كبار. الاهلي لعب ماتش كبير جدا، ولعب ماتش فيه روح عاليه جدا، وفيه لعيبه رجاله، وفيه ناس بتقاتل، وفيه ذكاء كبير، وفيه خبرات كبيره، وقدر ان هو يكسب فريق كبير، ما حدش يستهون ولا يقلل من فريق الوداد. ومش معنى ان الاهلي والزمالك ظهروا بشكل جيد يبقى الفرقتين التانيين قليلين. لكن انا شايف ان في حاله من ضمان التاهل. وحتى لو التصريحات غير الكلام ده وده طبيعي، لكن انا شايف ان الحاله النفسيه ان الناس ان الناس في الاهلي وفي الزمالك واللعيبه بالذات حاسين ان هم خلاص اتاهلوا. وانا بقول لكم الكلام ده مش حقيقه. الاهلي والزمالك حطوا رجل في الفاينل، لكن هما الاثنين بعيدين تماما عن الفاينل. ازاي؟ لان انا عارف طبيعه المغاربه، وعارف ان الفرق المغربيه بتقاتل لغايه اخر ثانيه. الزمالك قبل كده كسب الرجاء في المغرب 2 واتغلب 3 في القاهره، اتغلب 3 في القاهره والناس كانوا بيلعبوا 10 وصعدوا. يعني مفيش في الكوره بالذات وانت بتلعب مع المغرب وتونس والجزائر، الناس دي ناس هويتهم ان هم مقاتلين بيقاتلوا. والله يا اخي لما بتتكلم كوره بحبك جدا، وبتتكلم صح، وموافقك على كل كلمه قلتها في الفيديو اللي شفناه ده. كل كلمه قالها في ميعادها وفي مكانها. اما بيبارك نص تهنئه انا موافق تماما. صحيح. قلقوا من اطمئنان قد يكون بدا يتصدر للعيبه غصب عنهم مهما نبهتهم. انا قلقان معاه على هذا الكلام. وصفه لاداء الاهلي واداء الزمالك انا موافقه، لكن لما بيخش في السياسه، مش سياسه، السياسه الشؤون الاداريه، لا السياسه الكرويه، بيبقى ملون بعاطفته. انا معاه اما يتحدث في الكوره، والله لازم اسمع له وبنبسط منه. خليك على كده، لكن